مساء الخير سمر إلك وللمشاهدين. رح نكشف الليلة أكبر عملية فساد عم يرتكبها الموظفين بالتواطؤ مع شركات النفط. بلشت الخبرية وقت موظفة اكتشفت فروقات بين جداول التصريح عن كميات البنزين وبين كميات التفريغ. المستند الأول اللي رح نشوفه ببين ملاحظة الموظفة وإشارتها للفروقات بإعلام شركة كورال. الكمية المصرح عنها على مرتين بلغت 12000 طن وشوي، بينما كمية التفريغ 8400 طن وشوي. وبالمستند الثاني ببين انه اعلام شركة وردية بالكمية البالغة 3750 طن غير واردة بجدول التفريغ. اما المستند رقم 3 اللي عم نشوفه هلا على الشاشة فهو كتاب من الموظفة اللي كشفت الفروقات وبيثبت ورود أخطاء بكميات التفريغ وبأنها رفضت أنه يتم تصحيح الأخطاء شفهياً وأصرت على أنه يتم هالشي من خلال وثيقة إحالة، وهون تعرضت الموظفة لإبعادها عن الشغل وللمضايقات وللتجريح. الأكيد أنه هالفروقات بيّنت بجداول كل الشركات ومنها كورال، كوجيكو، غاز الشرق وغيرهم. يعطيك العافية غادة على هالمعلومات، بس لو سمحت عندي سؤال، كيف ممكن عمليا أنه على مستوى الفساد والهدر كيف ممكن تستفيد الشركات من هيك عمليات؟ نعم سمر، هالشي اللي عم نحكيه ببين أنه إذا في تلاعب وما في دقة بين الكميات التفريغ وكميات الأخبار عن الكميات اللي عم توصل، يعني هيدا الشيء بيعني تهرب من ضرائب البنزين، مش من قبل المواطن، لأنه المواطن حيدفع حق التنكة مع ضريبتها اللي هي 10000 ليرة، بينما الشركات ممكن تفرغ كميات أكثر وما تبلغ إنه كم فرغت هالكميات، عم نحكي بآلاف الأطنان. التون يعني 60 تنكة، وإذا بدنا نحكي 60 تنكة ب 10000 تنكة بنشوف مبلغ هائل عم بيتم إهداره يمكن أسبوعياً بالملايين. فهون بندعي المعنيين، هون يمكن وزارة المالية معنية بالموضوع والقضاء المختص معني بالموضوع، ندعي المعنيين إنه ينتبهوا وإنه يكشفوا على الجداول اللي نحن هلا عرضناها على الشاشه، لانه هذا امر كثير خطير. طيب شو لازم يصير هلا عمليا برايك؟ هل سيكون هناك اي تحرك قضائي بهالقضيه بالتحديد؟ المعلومات بتقول انه من حوالي سنه تم الاخبار النيابه العامه الماليه، وبعد سؤال القاضي علي ابراهيم، وانا اكيده من المعلومات اللي عم بحكيها، بيقول انه ما قدر جاب جداول وبيانات ليراقبها من مديريه النفط. فهون نحن بنقول انه ليش مديرية النفط ما بدها تعطي جداولها، ومفروض وزارة المالية تتحرك، لانه هالضريبة اللي نحن عم ندفعها لازم تروح لوزارة المالية مش لمافيا النفط وللشركات.